الاستثمار في الشركات الناشئة هل هي هدر للمال أم فرصة ذهبية؟ الاستثمار في الشركات الناشئة يعتبر هو الأكثر ربحياً والأكثر مخاطرةً. يعني هو ليه جانبين، ولكن في النهاية في عدة معايير لازم إن احنا نتبعها لاختيار الشركة المثالية، إنها تكون الأقل خطورة والأكثر ربحية مع المستقبل. بالضبط، يعني هذه يبغى لها صفات مميزة. إذن أنا كيف أعرف هذه الشركات الناشئة وإنه هل ممكن إن لها مستقبل؟ هل هي بالفعل ما راح تورطني ولا راح بالفعل أربح معها؟ ما صفاتها؟ يعني أكيد أي مستثمر في النهاية هو هدفه الربح، ولكن خلينا نقول يعني وفق التقرير اللي أنت عرضتيه من شوية، 90% من الشركات الناشئة بتتقفل، وخلينا نقول إن تقريبا بتخسر في أول سنة 10% منهم بس هو النجاح، وده بيعتمد على عدة سبل. هي أولها الفكرة هي العامل الرئيسي لاختيار الشركة اللي أنت تستثمر فيها. الفكرة المميزة المبتكرة التي تساعد على حل مشكلة، إنها تكون لها جمهور مستهدف. في النهاية الفكرة دي هي اللي بيكون لها سبيل للنجاح. حلو، يعني الفكرة تكون مميزة مبتكرة لها مستقبل. لها مستقبل.